السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتلاقاو في فيديو جديد اللي غيكون لوبجيكتيف ديالو هو لو طابلو دافيشاج. قبل ما ندخل في الموضوع ديالنا كيف العاده هذه هي لاباج ديالي اللي كنبارطاجي فيها كاع لي فيديو اللي تنحط في لاشين، كنبارطاجي فيها لاكتياليتي، وهذه هي مون كونط، هذا هو مون كونط انستغرام. دونك حاولوا انكم عفاكم تديروا لاباج وتابوناو في مون كونط انستغرام وتبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم، لي ليان غادي تلقاوهم اسفل لا فيديو. دونك لو طابلو دافيشاج راه مهم ومهم مهم بزاف، لانه هو ليماج ديالي في مكان العمل. دونك اي واحد غادي يدخل اول حاجه غادي يشوفها هي مون طابلو دافيشاج. كنلاحظ بزاف ديال الناس كيجيبو كيحطو فيه بزاف ديال التصاور فقط يكون مزوق، ولكن المحتوى ديالو ما فيه اي محتوى. كتلقى مثلا حاط فيه التصويره ديال السوداج، هو اصلا داك الشانطي ما عندوش السوداج. دونك لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نديروا ديزاين. دونك انا عندي ان بيتي طابلو، غادي انا غير ان بيتي طابلو غادي نوريكم غير كلكو اكزامبل. نتوما في الشونتير غيكون عندك ان غون طابلو، يعني ممكن تزيد فيه معلومات اضافيه اخرى. المعلومات الاساسيه بالنسبه لي اللي خصهم يكونوا في سبيا في طابلو دافيشاج هما لو لوغو ديالي اون طونك اونتربريز، و لو لوغو ديال الكليان ديالي لو ميتر دوفراج و لو ميتر دوفراج ديليغي. خاص يكون اسم المشروع لو نون دو بروجي، خاص تكون عندي لورغانيغرام توزيع التراتبي في الشركه اولا في داك المشروع لورغانيغرام، خاص يكون عندي ان بلان ديرجونس او بيان ليست دو كونتاكت اون كا ديرجونس، يعني ما الذي سافعله في حاله الطوارئ، شنو هما لي زيتاب اللي غادي نتابع وشنو هما النوامر اللي غادي نتصل بهم. هذا كيتسمى لو بلان ديرجونس. ايضا خاص تكون فيه لي سبي ديالي سيفتي بلان اوف اكشن او لا جي سي اي جوب سيفتي اناليزيس، يعني داك التحليل ديال اخطار العمل اللي درت. الا كانوا عندي في الشونتي ديالي او لا في لوزين ديالي بزاف ديال لي سبي كيخصني نعلقهم كاملين. داكور، دونك غيكون عندي لي زانسيدون لي زاكسيدون لا قدر الله الا كانوا عندي حتى هما نديرهم افيك لو بلان داكسيون ديالهم بيان سور. لي زيسوير او لا لي نون كونفورميتي تا هما خاصني ندير لهم بلاصه ديالهم في لو طابلو دافيشاج. لي بيرمي دو ترافاي اي لي بيرمي دو ترافاي جينيرال حتى هما خاصني ندير لهم واحد البلاصه ديالهم في لو طابلو دافيشاج. اوسي اون باراليل ما خاصنيش ننسى انني بارفوا خاصني ندير حتى لو رابور جورنالي حتى هو يكون، وحتى لو تي بي ام ضروري ما يكون عندي لو تي بي ام ديالي. دونك كندير ليست دو بريزونس والمواضيع ديال تي بي ام مثلا ديال السيمين الا كان طابلو ديالي كبير، بلانينغ ديال ان سيمين دو فورماسيون وفين وصلت في هاد لي فورماسيون وكل نهار شحال ديال الناس حضروا لهاد لا فورماسيون. دونك وكل نهار شحال ديال الناس حضروا لهاد لا فورماسيون تكون ليست دو بريزونس افيك ان بلانينغ. بارفوا كيطلب مني حتى لو بلانينغ ديال الترافاي ديال المشروع كامل حتى هو نديرو، ندير فين وصلنا بالضبط في هذيك ليطاب ديال لو بروجي. دونك وحاول تحت عاد ندير دي زافيش دو سونسيبيليزاسيون اللي يكونوا جينيرال، اللي ان شاء الله غادي نوريكم دي زيكزامبل في لا سويت ديال لا فيديو. اذا نحاول انني نكون مبدع دائما في لونتربريز، دائما نحاول نجيب الجديد، دائما نتعلم، نمشي نتعلم دوطخ لوجيسيال بحال اوتوكاد بحال ادراو ماكس. ان شاء الله غادي تبدا سلسله جديده عليهم في اليوتيوب، غادي نحط ان شاء الله فيديوهات على الادراو ماكس وعلى الاوتوكاد، وديجا حطيت لانستالاسيون ديال ادراو ماكس، فحاولوا انكم تانستاليو هاد لو لوجيسيال. وكما العاده راه سي فوز افي دي كيسيون ولا اي تساؤل ما عليكم الا انكم تكونتاكتيوني وان شاء الله نحاول انني نجاوبكم في اقرب وقت. دونك نتشوفوا في الجزء الثاني ديال لا فيديو اللي غادي تشوفوا فيه ليكزامبل ديال طابلو دافيشاج. دونك السلام عليكم. دونك فوالا دي تاتيما. دونك هنا دائما تكون عندك واحد القضيه هنا ان تيتولي دو بروجي، تامبريمي ورقه ودير فيها اسم المشروع، تامبريمي هنا ورقه ودير فيها اللوغو ديال الميتر دوفراج، هنا اللوغو ديال لونتربريز اكزيكيتونت اللي هي لونتربريز ديالكم، يعني الشركه المتعاقده اونتربريز كونتراكت كونتراكتويل.
هنا لورغانيغرام يعني توزيع التراتب الشركه، هنا يكون لو بلان ديرجونس، هنا تكون سبيا ديالك سبيا، هنا يكون البيرمي لي بيرمي ولا لو بيرمي ولا لي بيرمي اللي غيكونوا عندك، هنا يكون لي سونسيبيزاسيون كاملين غير انا كتبت هنا تي بي ام، يعني سواء انديكسيون سواء انديكسيون اللي تسمى اكو اتش اس او، سواء لي تي بي ام سواء لي تي بي تي سواء لي فورماسيون كاملين يكون عندك هنا افيك ليست دو بريزونس ديالهم وتصاور ولا كان شي كونتروندي. هنا لي فلاس سيفتي يعني دي فلاس سيكوريتي، يعني يكونوا دي فوتو دو سونسيبيليزاسيون ادابتي لي سيتياسيون دو ترافاي، ويكونوا اشاك فوا لا ميزا جور على حساب لاكتيفيتي اللي عندك في الخدمه تبقى دير لا ميزا جور. دونك انا ان شاء الله غادي نحط لكم دي زيكزامبل، بيان سور هذا غير طابلو صغير نتوما راه غادي تزيدوا، بيان سور راه خاص يكون البلانينغ ديال لي ترافو فين وصلت الخدمه يكونوا لي بلون داكسيون ديالي، هادشي كامل يكون في هاد لو طابلو دافيشاج، لي زانسيدون لي زاكسيدون كاع داكشي اللي قلت في الجزء الاول من لا فيديو. دونك ابخي ان شاء الله غادي نوريكم مني غادي نعلق لي زافيش كيفاش غادي يولي هاد لو بلون اتش اس او، و ابخي غادي نوريكم دي زيكزامبل براتيك من لي ديفيرون شونتيي ماروكا. نشوفو الجزء الثالث من لا فيديو. السلام عليكم، دونك حنا في الجزء الثالث من لا فيديو ديالنا حول طابلو دافيشاج، دونك فوالا دونك هادي ديسبوزيسيون. دونك حنا راني حاولت ندير مثلا ان اكزامبل ديال ان بلون ديرجونس، دونك فوالا تري بيان. دونك هنا ان اكزامبل ديال ان بيرمي حيكون معلق هنا تري بيان، سبيا ها هي تري بيان. غير واحد المعلومه، الا كان عندي ان غون بروجي فا سبيا والبيرمي تيكونوا في كل سيرفيس، مثلا البلاصه فين خدامين السدور تكون حدا السبيا ديالو والبيرمي ديالو، ليكسكافاسيون حدا السبيا ديالو والبيرمي ديالو. داكوغ هنا لو تي بي ان فوالا ان اكزامبل كدير لائحة الحضور، ونورمالمون كديرو ان بلانينغ اللي كديرو فيه البلانينغ ديال لي فورماسيون اللي شفنا في الشهر الاول ديال الفورماسيون، وكتحطوا فيه سكي بلانيفي شنو هما لي فورماسيون لي بلانيفي شنو هما لي فورماسيون رياليزي. داكوغ فوالا هنا لي فلا سيكوريتي و بيان ديزافيش، بحال هنا مثلا ممنوع التدخين، نوريكم مثلا ان نوتر اكزامبل مثلا هذا على تدبير الاسبان فوالا، هذا سي ان نوتر اكزامبل. دونك فوالا وكندير ايضا la date de début et la date de fin de projet. هذا جيست باسكو سي ان بيتي طابلو، هادشي علاش حاولت ندير فيه غير المعلومات الاساسيه. وهذا هو الاورغانيغرام يعني التوزيع التراتبي للشركه اللي كيبدا من المدير ديال المشروع او رئيس المشروع العمال البسطاء يعني اخر عامل في ديك الشركه. دونك ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، سي فوز افي دي كيستيون n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi de répondre à l'ensemble de vos questions. Mettez juste un abonnement à la chaîne ou partagez la vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.